FM spécial santé by Med.TN. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فولنس كله. اهلا وسهلا بكم في رندفو جديد من الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.تي.ان، او الموقع الطبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله ارتحتوا بالكدا في الويكاند، وان شاء الله جمعه جديده ما تجيب لكم كان الاخبار الحلو. اول ايميسيون جمعه هذيا باش يجيو بحذانا زوز ضيوف، الدكتوره ناديه صالح اخصائيه طب التجميل، ومدام منال علبوشي اخصائيه علم النفس. مع الدكتوره ناديه باش نحكيو على علامات شيخوخه البشره، ومع مدام نيل العلبوشي باش نحكيو على الثيرابي دو كوبل. اسئلتكم للدكتوره ناديه على 31 308. الفكر الموضوع هو شيخوخه البشره. مرحبا بكم من توا للاربعاء نتاع العشيه في حلقه 2/12/2024 من الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوانتين. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوانتين. دكتوره ناديه، شنو حوالك؟ الحمد لله عايشه. صباح امورك باهيه؟ الحمد لله يعطيك الصحه. ميرسي. الويكاند عدى باهي؟ باهي. هي باهي. احنا باش نعملوا باش نسمعوا الروبورتاج اللي حضرتونا ياسمين فيما يخص موضوع شيخوخه البشره، وبعد نحكيوا في تفاصيل الموضوع مع الدكتور. يلا روبورتاج. شيخوخه البشره هي مجموعة أعراض وعلامات نشوفوها على الجلدة، ومش شرط كلها تظهر فرد وقت، تظهر على مراحل متعدة وبدرجات مختلفة. والتغييرات هذه هي اللي نسميوها شيخوخة الجلد. ما فماش عمر معين لظهور العلامات هذه، ويتعرضوا لها النساء والرجال، وتظهر من خلال تجاعيد الوجه وخطوط التعبير اللي تولي غارقة وواضحة في الجبين والخدود وبحذ الفم، وكل ما يزيد العمر تزيد تولي أوضح. من أهم الأسباب اللي تأثر على البشرة هو التعرض لأشعة الشمس والتدخين والتوتر النفسي والتغذية الغير متوازنة وغيرها من الأسباب اللي باش نتطرقوا لها بتفاصيلها من ناحية طبية. وبالنسبة للعلاج، فما أدوية ومستحضرات أثبتت فاعليتها في التأثير على علامات شيخوخة البشرة، وهذا قبل ما نوصلوا للتدخلات الطبية بما فيها العلاجات الجراحية، وهو حل من الحلول كذلك. وباش نجمو نوخروا علامات شيخوخة البشرة أكثر وقت ممكن، يلزم نتبعوا أساليب وقائية، أهمها حماية البشرة من الشمس، الابتعاد على التدخين وشرب الماء، وخاصة التغذية المتوازنة والسليمة اللي تلعب دور أساسي في صحة ونضارة البشرة. باهي، هكا عرفت ياسمين بنور الموضوع متاع اليوم اللي باش نطرقوا التفاصيل، وكما قلت مع الدكتوره ناديه صالح باش نحكيوا اليوم على شيخوخه البشره مع اخصائيه طب التجميل. دكتوره، كي نقولوا شيخوخه البشره، اسكو نحكيوا على الريد ولا الموضوع اعمق برشا من هكيك؟ اون فيت الموضوع اعمق برشا من الريد. دونك شيخوخه البشره هو سي ان فينومين ناتوريل، احنا ما نجموش نقولوا هي مشكله والا مرض، لكن مع معناها مع العوام هذه ولينا نراو شيخوخه في عمر صغير، معناها ورينا نراو برشا شيخوخه المبكره. و parmi معناها لي معناها لي سيني العلامات العلامات ولا parmi العلامات، فما التجاعيد، ما فما حاجات اخرين معاه اللي هم التجاعيد. ساعه في التجاعيد فما زوز الوجه. ساعه نقولوا شيخوخه البشره، مانيش نحكيو كان على الوجه. هو احنا هوني باش نحكيو نركزوا الاكثر على الوجه، العلامات تظهر اول معناها اولا في الوجه، اكثر حاجه في الوجه. اوكي. ما هو شيخوخه موجوده على الجلد الكل، اما اكثريتها في الوجه. اوكي. بيه. في الوجه وفي اليدين في الرقبه. علاش تظهر اكثر؟ خاطر اسرع اكسبوزي للشمس، اكثر معناها زون اكسبوزي للشمس. هو الشمس هو اول عامل اللي يتسبب في الشمس تعمل شيخوخه. شيخوخه البشره صار الشمس طلعت خايبه في الاخر، خايبه برشا الشمس. اباي وي. ومالاش بيقولوا لنا تشمس وفيتامين دي والجو هذاك الكل؟ صحيح، هو باهي معناها اللي قاعد تعمل في برونزاج قاعده تكبر. يلزم تعرف كيفاش تتعرض للشمس، معناها فيها قواعد، معناها مش كيما تحب تقعد في الشمس. باهي، نرجع للتعريف تاع الشيخوخه. معناها العلامات اللي تقولنا اللي هي الجلده بدات في معناها بدات تكبر. التجاعيد، التجاعيد فما زوز انواع، فما تبدا التجاعيد نقولوا لها التجاعيد ديناميك، معناها كي نضحكوا والا كي نتكلموا والا كي نتعبسوا يظهروا التجاعيد من الاول، ومع التطور معناها العمر ومع التطور معناها مع الوقت يوليوا ستاتيك، معناها حتى كي ما نتكلموش
يظهروا كمام معناها يوليو كم دي كاسور معناها ذوك معناها مرحلتين اللي تتعدى بها التجاعيد. ونسويت معناها الشيخوخة الجلدة تظهر زادة في معناها في ترهل الجلدة في قلة الكولاجين والإلاستين اللي يخلي الجلدة تطيح ما عاش مشطونة بالكدي. قلت الكولاجين الكولاجين والإلاستين اللي هو اللي هو يخلي جلدة إلاستيك. داكو بيه معناها شنو مادة معينة هي معناها خلايا اللي فيبروبلاست يصنعوا هذه يصنعوا مادة الكولاجين ومادة الإلاستين اللي هي تخلي معناها جلدة مشطونة مكبوسة مشحوطة. فوالا ونسويت عنا جفاف الجفاف الجلدة مع العمر الجلدة تولي جافة أكثر من اللي كانت وهي صغيرة. جفاف الجلدة مثلا يظهر معناها أبغتير دو لا ترنتين ما احنا هوني مثلا في تونس عنا مشكلة أنا ما نشربوش برشا ماء دونك الجفاف يظهر بكري وهذاك يتسبب زادة في الشيخوخة المبكرة. داكوردو داكور شنو اخر فما لو تان تيرن معناها الجلده ما عادش غوز ما عادش اكلاتونت ما عادش معناها مشرقه جلده جميله دونك مع العمر تولي صحيح تولي شاحبه ما عادش فما كل لو تان اكلاتون مزيان دونك هذوما كل علامات نتاع شيخوخه الجلده. هذوما كل علامات نتاع شيخوخه الجلده اللي باش نحكيو في الاسباب نتاعهم بطريقه معمقه اما بعد الفصل. حلقة الاثنين 12 فيفري 2024 بحضية الدكتورة نادية صالح أخصائية طب التجميل نحكيه معها على موضوع شيخوخة البشرة. كنا نحكيه على علامات تاع الشيخوخة هذه الدكتورة اسكو معناها الانسامبل تاع السين اللي كنا نحكيه فيهم يجيوا الكل مع بعضهم وقالك كل بارتيجي ولا كل واحد شنية العلامة اللي تطلع له تاع الشيخوخة ولا غير هما ما يجيوش الكل مع بعضهم هو تدريجيا معناها بشوي بشوي نبداو بالتجاعيد اول حاجه تظهر معناها اللي غيد اللي احنا نقولوا ديناميك وقت اللي نتكلموا هذه اول حاجه معناها نلاحظوها احنا بعد تبدا بشويه الجفاف نتاع الجلده يظهر يبداو بشويه بشويه معناها السمك نتاع الجلده زاد يبدا ينقص بشويه بشويه فما حاجه مهمه يلزمنا نقولوها اللي فما انواع نتاع الجلده فما جلده دونيه هذا السؤال المويلي اسكو زوج من الناس عايشين بنفس المود في ياكلوا في نفس الماكله زوز يتكيفوا زوز اكسبوزي للشمس زوز يصير لهم التأثير هو بيدو؟ لا معناها ما نكبروش كيف كيف احنا معناها العبد إلي يونيك ما نجموش معناها نمرضو كيف كيف نكبرو كيف كيف اون فيت فما انواع متاع جلدة تكبر قبل انواع اخرى مثلا الجلدة الدهنية ما تكبرش اللي زيتة فوالا اللي الجلدة مزيتة ما تكبرش كيما الجلدة الشيحة في ساعة تكبر الجلدة شيحة الجلدة الغامقة الجلدة معناها الداكنة اللون مثلا ما تكبرش في ساعة كيما الجلدة البيضة الفاتحة دونك وفما زادة لا جينيتيك معناها فما حاجة نورثوها جينيتيكمون فما عبيد تكبر في ساعة فما عبيد ما تكبرش في ساعة أما حاجات وراثية هذه حاجة ومعناها بالنسبة للمرأة فما الهرمون فما الهرمونات هي اللي معناها كما نقولوا لا شوت دوستروجين ابخي لا مينوبوز تخلي الجلدة تكبر معناها في ساعة صحيح فما نساء اللي يجيهم المينوبوز في عمر مبكر دونك الجلدة تكبر قبل وقتها. باهي فما ديفيرونس بين الرجل والمرأة في الحكاية؟ فما اون ديفيرونس وي الجلدة خاطر نتاع الراجل ديما اخشن شوية الجلدة زادة محمية بالشعر الشعر هو نوع نتاع حماية للجلدة. اوكي دونك الهرمونات ماهيش نفس الهرمونات عند المراه وعند الراجل دونك المراه تكبر في وجه نحكيو راهو في ديما ديما الوجه ما نجموش نقولوا معناها قاعده ان هي المراه سي با 100% سي با 100% مي ديما المراه يظهروا عليها العلامات قبل قبل الراجل. باه باش نحكيو في الاسباب وهنا برشا اسباب يهزوا النتائج مختلفه كون صحيح حكينا على الماكله حكينا على حتى ياسمين حكيت في الريبورتاج تاعها على لو مود في دخان الكول اكسيتيرا حكيو على الماكله حكيت انا على الاكسبوزيسيون للشمس باه اجينا نعملوا ان ليستين كامل للاسباب داكور معناها من اهم الاسباب كما قلنا هي الشمس
معناه التعرض للشمس في أوقات معناه معينة مثلا في الصيف، فما أوقات ماذا بينا نبعدوا برشا من الشمس اللي هي من 10 متاع صباح حتى كش 3 ل 4. علاش في الوقت هذاك؟ فما معناها غروند كونسون معناها الكونسونتراسيون اون اولترا فيولي لي يو في ا، هما اللي يهلكوا الجلده كيما نقولوا، لي يو في ا اي لي يو في بي عندهم تاثير سلبي على على لي دو كوش برينسيبال دو لا بو. ما هما لا بو فيها 3 طبقات، ليبيديرم لو ديرم ليبوديرم. لي يو في ا اي لي يو في بي عندهم تاثير سلبي كبير على الكوش الفوقانيه اللي هو ليبيديرم واللي تحتها le derme. Donc parmi les méfaits نتاعها هو le vieillissement، معناها تشيخ الجلد المبكر. ما ينجم يوصل اكثر من هكاك اللي هو اللي نخافوا منه برشا احنا، هو سرطان الجلد معناها. كاريمون اي الشمس هي الاولى في تونس كل تعوم من 10 للمطلق. اي مش تونس كل. Donc الشمس c'est le premier facteur نتاع le vieillissement de la peau. Ensuite عندنا قلة الماء، ما نشربوش اسي دو. حتى كي واحد يبدا عامل بروتكسيون بقعد في حكاية الشمس والبحر هنا. اي حتى كي يبدا واحد عامل بروتكسيون هو يلزم تعمل بروتكسيون باش ما تضركش الشمس. دونك يلزم تستعمل ان ايكرون سولير على مدة عام كامل مش كان في الصيف. وتأثر عليك وانت صغير مثلا، معناها التأثير نتاع الشمس على طفل صغير من 6 ل 15 سنة ولا 20 سنة وهو يعوم جوستومون مع نص نهار مثلا. كومول هو معناها الجلد تخزن الأضرار، دونك من الصغر يلزمنا نحميو صغارنا. دونك با فورسيمون لي كونسيكونس يتراو توت سويت، اما ما يتراوش بالوقت تبقى معناها اما صحيت اما يظهروا مع العمر باه ما يظهروش في الملول. دونك السبب الأول هو الشمس باه. Ensuite, on a قلت الماء، ما نشربوش اسي دو. دونك كي ما نشربوش الماء اسي دو شنو معناه؟ اسي دو معناها يلزمنا في النهار بين 2 و 3 لترات المعدل، 2 و 3 لترات ماء، معناها نقولوا احنا 8 كيسان ماء في النهار. 3 لترات ماء 8 اي باه باه برشا. دونك خاطر الماء هو اللي يخلي الجلده معناها بيان يدغاتي باش ما تشيحش باش ما معناها ما تكبرش. دونك هذا عامل مهم برشا في معناها بريفونسيون، معناها في الوقايه من مش من الشيخوخه اما نوخروا بها العلامات نتاع الشيخوخه وماكسيمم الماء. عندنا الدخان اكيد التدخين اكيد. كيف كيف التدخين ماهوش باهي للجلده، هو ماهوش باهي للصحه لصحتنا اون جينيرال، مي يل معناها يل اكسيلير لو فييسمون، يخلي الجلده تكبر قبل وقتها. سي سورتو لا نيكوتين لي برودوي شيميك اللي موجوده في معناها في السيجار. صحيح حكايه الدخان يزرق الجلده، يزرق من البلو معناها. صحيح اي معناها شنو هو الفينومين اللي يصير؟ سي اون بيرتورباسيون معناها او نيفو دو لا فاسكولاريزاسيون، معناها الدم يولي ما عادش يوصل كونفونابلومون، معناها التغذيه اللي لازمها توصل للجلده ما توصلش بكميات معناها باهيه بكميات معينه. دونك كي ما توصلش التغذيه اللازمه للجلده، الجلده تفقد اللون المزيان نتاعها اللون الوردي. باهي دونك عندنا الشمس، نقص الهيدراتاسيون، نقص الماء والتدخين. التدخين باهي. ومن بعد فما التلوث زاده، معناها لا بوليسيون اتموسفيريك. التلوث عنده دور في معناها في تسريع معناها لو فينومين دو فييسمون. هذا شنو نجمو نعملو له؟ شنو نجمو نعملو له؟ معناها نغسلو وجوهنا في الدار صباح وفي الليل بالصابون باهي. فما دي برودوي معناها سبيسيفيك بور معناها بور لو فيزاج باغ اكزومبل، دي جيل نيتويون اللي هما ما يهلكوش الجلده، ما معناها كيما نقول ما يطيحوش من المناعه نتاعو، يخليو ليكيليبر نتاع لا كوش بروتكتريس نتاع البو، معناها لا كوش هيدروليبيديك. فما مكونات معينه لازمها تكون موجوده في الجيل نيتويون باش تقعد البو. جيل نيتويون ني با على بورتي دو تو الموند، مش الناس الكل تنجم تاخذ، ولا خاطر مش ماهوش في الليست نتاع القضيه ديزا. ما يسالش حتى شويه صابون، إيه شويه ماء. صابون ماهوش مضر للبشره، خاطر كل مره نسمع حاجه. هو الصابون يشيح الجلد. فوالا فوالا اكزاكتومون. معناها فما معناها كي باش نقولوا الصابون العادي اللي نغسلوا به يدينا ماهوش ادابتي للجلد. للوجه. اي. اوكي، والصابون الاخضر بتاعنا. يشيح برشا. بالحق صار يضر اكثر من الصابون. يشيح يشيح برشا.
أيه. أما ينظف كمان ينظف أي أنت باش تنظف منه وباش تشيحه منه وإلا كيكا وإلا بعد حط كريم هيدراتون على الأقل. عن التلوث بعد التدخين ونقص الماء والشمس شنو هي؟ باهي فما التغذية زادة عندها دور كبير في معناها لاكاليتي نتاع الماكلة تدخل معناها عندها دور كبير في معناها في البروسيسوس دو فييسمون دو لا بو. يلزمنا نبعدو قد ما نجمو من توسكي السكر والدهون السكريات والدهنيات. علاش في معناها او نيفو دو فينومين دو فييسمون فما معناها ان فينومين يتسمى لاغليكاسيون. اش معناها هي لاغليكاسيون؟ هو معناها سي دي سوكر كي سو فيكس سور لي بروتيين. سكريات معناها تجي على بروتينات ال سو فيكس وما تخليهاش تخدم كونفونابلومون لي بروتيين هذوما. اش معناها ما عادش ينجمو يصنعوا كولاجين معناها باهي ولا الاستين باهي معناها الخلايا ما تخدمش كوم الفو. دونك سي ليكسي دو سكر كي في سو فينومين معناها يعطينا المشكله هذه بروبليم دو غليكاسيون. دونك قد ما نقصوا من السكريات معناها من السكر والتوسكي دهون قد ما نحسنوا نقصوه مش نحيو كومبليتمون. هو من المستحسن ان نحيو. نسمع كلامكم الدكاتره اللي يجي وحده كل يوم نوريو كلنا عايشين على الحم وصلات. هو السكر مش ضروري معناها كي نحبوا حاجه حلوه نلقاوها في الخضر في الغله. السكر معناها الجلوكوز السكر الابيض ماهوش ما حشنيش بيه اون فان دو كونت على هذا هو مفقود فوالا. دونك سوء التغذيه نزيدو يلزمنا فوالا مثلا التغذيه يلزمها تكون غنيه بالخضره والغله اون جينيرال اي لي بروتيين بيان سور. دونك علاش الخضره والغله معناها احنا نركزوا عليها برشا خاطر هي تعطينا لابور سوفيزون نتاع لي فيتامين نتاع الملح المعدنيه نتاعنا نتاع لي فيبر نتاع الماء زاد فما كميات باهيه نتاع ماء في لي فروي اي لي ليغوم. دونك وهي اللي تخلي معناها البدن ينجم معناها هذوما معناها لي فيتامين سورتو لي فيتامين احنا نقولوا لهم لي زونتي اوكسيدون فيتامين ا فيتامين سي فيتامين او عندهم إفي متاع ينقص لنا من لي راديكو ليبر اللي موجودين في البدن نوع متاع دي توكسين هذوما لي راديكو ليبر اللي معناها يهلكوا الفونكسيون نورمال متاع الخلايا متاعنا. دونك قد ما ناكلوا خضره وغله اي سورتو كي تبدا معناها الخضره نيه خير من اللي تبدا طايبه والا طايبه شويه ما طيبوهاش برشا باش ما نضيعش المنافع نتاعها الخضره لي فيتامين قد ما خير. باهي دونك عندنا الشمس ديما نحب نفكر الشمس لومونك ديغاتاسيون نقص الماء التدخين التلوث وسوء التغذيه شنو اسباب اخرى؟ فما لو ستريس كونتينيو لو ستريس اي لو بون نجم نقول مع اي لو مانك دو سوماي قله النوم قله النوم تتسبب في معناها ساكسيلير الستريس يكبر نقولوا احنا الستريس يكبر اي معناها كونتون ستريس معناها ستريس في الخدمه في العلاقات العاطفيه في كل شيء معناها في الخدمه في حياتنا اليوميه معناها لو ستريس اللي معناها يعاون الجلده انها تكبر قبل وقتها معناها فما هرمونات فما افرازات معناها تصير بوندون لو مومون دو ستريس اللي هي تعطل معناها لو فونكسيونمون نورمال نتاع الخلايا. قلت النوم كيف كيف وقلت النوم كيف كيف هو فات وقت اللي نرقدوا الخلايا تتجدد كيما نرقدوش بالكدا دونك الخلايا ما تلقاش الوقت باش تتجدد دونك هذايا سي معناها سي سي نحكيو على 7 الى 8 ساعات في النهار بين 7 و 8 سوايع لا موين اي معدل. تحيه لزملائي في فريق الماتينال تاع الصباح. باهي دونك قلت النوم معناها قلت النوم وحتى سوء النوم معناها سوء الكاليتي نتاع بالطبيعه اي يلزم يكون فما 7 سوايع وافيك ان سومي معناها ريباراتور معناها نوم باهي معناها باش كي تقوم صباح في فورما واضح خاطر ساعات ترقد تقوم من كلامك مكسر. باهي شنو فما اسباب اخرى مدام؟ هذوما من اهم الاسباب هذوما نعاود نفكر. دونك نحكيو على ليكسبوزيسيون ليكسيسيف للشمس، نحكيو على نقص الماء المانك ديتغاتاسيون، نحكيو على التدخين التلوث سوء التغذيه الستريس وقله النوم. هذوما الكل يتسببوا في الظهور ديزون علامات الشيخوخه
على البشره. دونك شنو النصائح نتاعك دكتوره باش ناخذ نحب ولا نكره جايينهم هذو خاطر كلنا اكسبوزي للشمس، كلنا عندنا مشكله في الهيدراتاسيون، في التغذيه خاصه. بون الماء تنجم تصلحها الحكايه، اما الماكله باللي ماكش مش ترد روحك عايش كريستيانو رونالدو، معناها ماكلتك مسطره بالجرام وغيره. الكلنا اكسبوزي للستريس، الكلنا ساعات عندنا مشاكل نتاع النوم، دونك جايين صحيح ما نجموش نوقفوه. اسكو عبد عايش عيشه بارفيت ينجم جلدته تقعد لاباس عليها حتى العمر متقدم هو ولا هو احنا نقولوا معناها نوخروا في الشيخوخه نتاع جلده لو ماكسيموم، اما ما نجموش نوقفوها. سي دو فيت دو لا جرافيتي، سي ان فينومين نورمال، معناها سي فيزيولوجيك، معناها ما فماش حاجه ما تكبرش في بدننا معناها exactly. اما الحاجات الاخرين ما نراوهمش، الحاجه اللي نراوها هي الجلده. اي باي دونك شنو هو النصائح نتاعك انت دكتوره باش ناخروا جوستمون النصائح؟ النصائح هي اولا مثلا باش نحمي روحنا من الشمس، ما نجموش ما نخرجوش من الدار ولا ما نمشيوش للبحر. نجمو نخرجوا ونمشيو للبحر، اما شنو لازم نستعملوا واقي شمس، معناها ليكرون سولير، لازم يكون الاس بي اف نتاعو عالي، معناها يلزم يكون اس بي اف 50 اي بلس، ويلزم نعاودو نكرروا معناها لابليكاسيون نتاع ليكرون شاك ايديالمون شاك 2 3 اور. هذه حاجه الاولى، ويلزم يكون معناها ليكرون هذايا موجود عام كامل، مش كان في البيريود ديستيفال، احنا نقولوا مش كان في الصيف، سي توت لاني، خاطر لي زولترا فيولي اللي هما يهلكوا الجلده موجودين عام كامل. حتى كي تصب المطر ولا فما ثلج ولا ديما موجود معناها لي زولترا فيولي اكزاكتومون. وفما زاد ما قلناش لا لوميير بلو، احنا تولينا برشا مغرومين بالتليفونات بالليزيكران، حتى لا لوميير بلو عندها افي خايب على البشره. دونك نقوموا باش نمشيو نخدموا، حتى كي نخدموا مش في الشمس معناها في بير ولا حاجه، يفو كو ميم متر ليكران. باهي دونك هذه الحاجه. ليكران شنو؟ ايكران سولير معناها. معناها ما فهمتش الربطه مع اللوميير بلو نتاع التليفون. لي زورديناتور لي زيكران باش يعطيونا لا لوميير بلو هي تهلك الجلده كيما الشمس. دونك تستعمل تليفونك تعمل ليكرون سولير دو بريفيرونس او كور دو لا جورني. معناها نحكي لهنا بالنسبه للعباد اللي يخدموا في بيروات، ساعات يقولوا لي لي باسيون ولا لي باسيونت راني نخدم في البيرو ما نخرجش برشا للشمس قدام لورديناتور مثلا، اي اما الضوء الازرق نفس لي فيم تاع الشمس يعطينا تصبغات، يعطينا معناها عنده مفعول على معناها نفس المفعول ما قل درجه كون، اما نفس المفعول فينا صحيح. باهي عندنا دونك ليكرون، اونسويت ترطيب البشره، معناها يلزمنا نشربوا الماء سوفيزامون، مي ساعات ما يكفيش هذاك، دونك يلزمنا نزيدوا دي كريم هيدراتونت مثلا. دونك لي كريم هيدراتونت لازم تكون معناها متكونه من دو لاسيد هيالورونيك، اللي هو لاسيد هيالورونيك هو اللي يعطينا الرطوبه نتاع البشره. اللي هو موجود ناتوريلمون دون لا بو، ومع الوقت ينقص. دونك نحاولوا كيفاش معناها نعاونوا الجلده باللي كريم هيدراتون تباس داسيد هيالورونيك. وفما دي كريم اللي فيهم احنا نقولوا لي فيتامين انتي اوكسيدانت كيما لا فيتامين سي، لا فيتامين او، فما لا فيتامين ا، دونك هذوما الكل يعاونوا انه معناها نقصوا معناها من كيش نقولوا اون غالونتي لو فييسمون. داكورد. وفما التنظيف زاد اللي قلنا بكري لازمنا نغسل الوجه الصباح وفي الليل. دونك الصباح باش نحطوا لي كريم نتاعنا ولا ليكرون توتال سور اون بو بروبر، وفي الليل لازمنا نحيوا كل معناها لي بارتيكول اللي تلموا كور دو لا جورني قبل ما نرقدوا، لازمنا معناها كي نرقدوا لازم تكون الجلده نظيفه. بالنسبه للمراه المكياج ولا الاكسيم تاع المكياج يلزمو يتنحى، خاطر ماهوش باهي كي يقعد، ما يخليش الجلده كيما نقولوا تتنفس ولا، وما يخليش البروسيسوس نتاع رونوفيلمون سيلولير معناها الخلايا لازمها في الليل كي نرقدوا باش تتجدد. يعكر شويه الفينومين نتاع لو رونوفيلمون سيلولير، معناها يعطل شويه. دونك ماذا بينا نحيو ليكرون قبل معناها لو مكياج قبل ما نرقدوا. واضح باهي. دونك ان فيت هذوما سي لا بريفونسيون، هذوما وانا هذه الوقايه.
بعد من فوا ظهروا العلامات فما العلاج. فوالا باه كيفاش الوغ العلاج اوبليغاتوارمون تعديو للجراحه؟ لا معناها الجراحة في مرحلة متقدمة. أي معناها احنا نقولوا ديما فما حاجات نجمو نعملوهم قبل ما نوصلوا للجراحة حسب الستاد دو فييسمون حسب معناها المرحلة اللي وصلت لها الجلدة في معناها في الشيخوخة نتاعها معناها دونك من الاول سي ديزاكت نحاولوا ان نكون با تري انفازيف معناها سي لا ميديسين دونتياج لا ميديسين استيتيك وتو ولينا نقولوا لا ميديسين ريجينيراتيف معناها لا ميديسين معناها سي لا ميديسين اللي يخلي الجلدة تصنع الحاجات اللي قاعدة تنقص معناها بيدها وحدها. دونك فما برشا حلول هنا حسب ليتا دو لابو اللي عندنا حسب العمر نتاع معناها لا باسيون ولا لو باسيون وحسب لي بيزوين نتاع الباسيون ولا الباسيونت معناها عندنا بوكو دو سوليوشن برشا حاجات الاكثر معناها لي كال يجيوك الاكثر شنو معناها الحاجه اللي ياسر مطلوب يطلبوها العباد اللي تقلقهم اون فيت هي التجاعيد وهي ترهل الجلده. اوكي داكور وفما زاد لو تان معناها صحيح مش مستمعين يفهمونا ومن بعد وفما لا كولور نتاع الجلده لو تان يقول لك انا جلده كانت محلاها اكلاتونت مزيانه معناها منوره كيما نقولوا وما عادش طفات والا جلده ولات ياسر شايحه. اي شنو نجمو نعملو لها مثلا؟ باهي مثلا هنا عندنا بليزيوغ معناها كيما نقولوا سوليوشن عندنا تو سكي انجيكسيون دي فيتامين والا لا ميزوثيرابي احنا نقولوا لها سي دي كوكتيل فيهم دي فيتامين فيهم دو لاسيد هيالورونيك فما يمشيو ديريكتومون في الجلد اي نحقنوهم في وسط الجلد يمشيو ديريكتومون دون لو ديرم احنا نقولوا ليبيديرم اي لو ديرم. اوكي خاطر معناها الطبقه الثانيه نتاع الجلد هي اللي تصنع الكولاجين وهي اللي تصنع الالاستين وهي اللي تخلي الجلد معناها مشطونه مشحوطه تونيك لابو تونيك وسيلك فما الاسيد هيالورونيك معناها الحمض الهيالوروني معناها اللي يعطينا ليدراتاسيون دو لابو مع الوقت بيسكو هو ينقص احنا نجم معناها نعاونوا جلده نعوضوا الاسيد هيالورونيك باللي زانجيكسيون هذوما. من فوا جاتك مثلا اون باسيونت وعملت لها لي زانجيكسيون اسكو كي باش تقعد بنفس المود دو في نتاعها باش تقعد في كاس تريتمون هذاك ولا باش تقعد كل مره لازمها اون انجيكسيون زايده؟ اون فيت معناها لا دوري نتاع تريتمون تكون قصيره قد ما هي تحسن في الدار معناها المود دو في نتاعها. اما اذا كان ما تحسنش جوستومون هذا سؤالي اذا كان ما تبدلش طريقه عيشها باش ترجع لي انجيكسيون هذوك ولا فيتامين باش يوفي ونرجع لنفس الريزولتا او بو دو هو قلت لك انت ونمط العيش نتاعك مثلا فما دي انجيكسيون اللي يطلبوا مثلا اون كور دو كلكو سيونس دو 3 ا 5 سيونس ومن بعد سي دي رابيل اون فوا شاك 5 موا 6 موا سا ديبون معناها سا ديبون دو نمط العيش نتاع العبد. فما دي برودوي اقوى شويه من الميزو كيما لي سكين بوستر والا لي بيو ستيمولاتور دو كولاجين مثلا يعطيو معناها النتائج تشد اكثر وقت دونك الحصص تكون ابعد اما ديما لونتروتيان لازم يكون موجود معناها ما نجموش نعملوا حصه وكهو نقولوا سي عملنا الحقن نتاعنا وننساو الحكايه علاش خاطر معناها شيخوخه الجده الكونتينيو معناها ما نجموش نوقفوا الوقت اي اون كونتينيو افييغ باه وقتاش نوصلوا لضروره تدخل الجراح وقت اللي ما عادش نلقاو حل بالمعناها بال معناها الامكانيات اللي عندنا احنا كطب تجميل معناها كي مثلا نقولوا الجلده تلمو فيها تجاعيد تلمو طاحت معناها ما عادش نجمو نهزوها الجلده ما عادش نجمو معناها نحسنوا في الغلاشمون هو اون جينيرال شيرجيكالمون اون في تو سكي ليفتينغ وقتها ما يتعد معناها نتعدي والا فما معناها لي ليميت نتاعنا مثلا لو باسيون يحب حاجه ما نجموش احنا نعملوها بالزريرق سيستيماتيكمون. اون فيت شيرجي ان كوا ايل كونسيست معناها شنو تعملوا كونكريتمون؟ لا شيرجي اختصاص اخر ماهوش اختصاصي جراحه التجميل. باهي دونك ما عندكش اجابه على معناها يلزم يكون كونكريتمون معناها نحب نعرف تاع جراحه التجميل يكبسوا ميوسكل هذوكم تقنيات هما يعرفوهم اي هذوما طب معناها المختصين في جراحه التجميل هما عندهم تقنيات معينه حسب
باه هذا في مرحله متقدمه للتريتمون فيها ما عطاش حتى سي سوا معناها لو تريتمون معناها لو باسيون ولا لا باسيون جات في معناها في عمر متقدم نسبيا ما عادش نجمو نحسنوا في معناها في الترهل نتاع الجلد نتاعها دونك يتعدى سيستم معناها يعمل شيرجي سينو معناها اذا كان نبداو في لي تريتمون اسي تو معناها في وقت مبكر معناها نجمو نوخروا او ماكسيموم الانترفونسيون شيروجيكال. باه السؤال الاخير ونجم نكون قبل الاخير. باه فينالمون دكتوره انك معناها تعيش الجلد نتاعك بلوزيور تريتمون والا بلوزيور des injections, des cures, des drachnaux, des drachnaux. Ouais. Est-ce que finalement, Hajbé, le gilde ou elle est Manéha, elle est à contre-nature. En fait, c'est pas aller contre-nature. Ahne l'ahne, معناها في لي تريتمون اللي نقدموهم في طب التجميل سي دي تريتمون كي فون رونفورسي لا بو معناها باش نحسنوا من نوعيه الجلده باش نحسنوا من السمك نتاع الجلده خاطر بالوقت الجلده تجوي تضعف باش معناها باش نحسوا ان كونفور اللي ما كانش موجود قبل بالنسبه للعباد اللي عندهم جلده شيحه يتقلقوا يغسل وجهه يحسوا وجهه معناها مكبوس Donc, quand on fait des traitements avisés, nous nous fait l'hydratation, c'est un confort pour le patient. Le patient, il se sent bien. Qui t'assène le TGID ou la t'naqas le TGID, psychologiquement, ça aide, ça redonne une confiance au patient. Donc, il se sent le TGID ou le patient. psychologiquement معناها يرى روحه خير معناها انت معناها تقصد اضرار على الجلده فما اضرار انا علاش سالت السؤال حبيت الاخرين خاطر فما كل طريقه التفكير بتاع يقول لك خليقه ربي وخليها تمشي هكاك وبالعكس كي تمس الجلد نتاعك ولا تمس البشره نتاعك راهو باش تضرها اكثر من اللي تنفع اللي هي ايدي مضبوطه على خاطر فينالمون انت قاعد اي انت قاعد تعطيها في التغذيه اللي مش قاعده توصل لها ولا. تعطيها في الهيدراتاسيون اللي مش قاعده تعطي فيها معناها ما تنجمش تكون مضره معناها واضح شكرا لك دكتوره شكرا لك على التوضيحات هذه الكل وان شاء الله ترجع بحذنا نهار اخر سالت كل شيء ما نسيت حتى شيء اذا كان فهم معلومه تحب تضيفها للمستمعين عندك الحريه التامه في بالي وضحت انا في لوتو الله يخليك وضحت بكل اكزوستيفمون خليك ميرسي بوكو دكتوره شرفتنا بحضورك احنا باش نعملوا تاتيحه صغيره مع الموسيقى بعد شويه باش جي بحذنا مدام منال العلبوشي باش نحكيوا معاها ثيرابي دو كوب رغم ان الموضوع يستاهل اكثر شويه من 10 دقائق اما ما يسالش خليكم معنا في الاستماع هذه الو اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينتين اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخو معاه موعد على الانترنت هذا لؤي يغني لنا نقابل ناس دقيقة حلقة الاثنين 12 فيفري 2024 مع بعضنا حتى للاربعة متاع العشية باش نخرجوا فاصل صغير بعد نحكيو على لا ثيرابي دو كوبل مع مدام منال العلبوشي اخصائيه اسمها اخصائيه ثيرابي دو كوبل هكا ولا ثيرابي دو كوبل ولا اخصائيه علاج نفسي اخصائيه علاج نفسي بارمي سبيسياليتي نتاعي ثيرابي دو كوبل بعد شويه منال العلبوشي اي فاصل صغير وراجعين سيد المخرج سيد المخرج واش معايا سيد المخرج باه ما نخرجوش سفيان سيد المخرج نحكي مرحبا بك خالد ومرحبا بلي اسمو فينا الكل نعملوا فاصله صغير وبعد راجعين تفضلي دارنا العزيزه دار كبيره تلم الناس الكل في طريقك ولا في الكوجينه صحتك والدباره خليهم علينا اخبار وضحك عنا ديما ونهارك تبديه بالتبسيمه ضحكه من القلب هي الكل تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة لنص النهار في دارنا العزيزة على EFM أحلى راديو كوثر الباردي ألو EFM سبيسيال سانتي باي ميد.ان
مدام منال العلبوش يا اخصائيه علاج نفسي، نحكي معها على الثيرابي دو كوبل. السوجي يستحق اكثر من 12 دقيقه اللي مازالوا عندنا في ليميسيون اليوم، اما خلينا نحكيوا فيه، نحاولوا نسرعوا للماكسيموم، وان شاء الله نطلب من ميد بونتين انه تحضر معنا في اون مارج اكبر نتاع وقت في الايام القليله القادمه. شنو احوالك ساعه؟ الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك خالد، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل، معرسين منهم واللي مازال ما دخلوش القفص. انت معرسه؟ محرج السؤال هذا، سالتوني انت خاطر اش نقول لكم، انت دخلت ديريكتومون للاستوديو سالتني انت معرسه ولا لا، انت باش نعرف ما شكون عندك صاحبه ولا لا، ريت انا رجعتك في الديريكت. زلعه زلعه. لا لا ولا لا، سيتي با سيتي با مون انتونسيون. باهي دونك احنا نحكيوها مع الكوبلويت المعارسين ولا اللي قادمين على العرس ان شاء الله. مش اللي مصاحبين كيف كيف نفس الشيء، هما اللي مصاحبين مال يلا بنت الناس ولا بولد الناس ولا كيف الفاز، لا قادمين على العرس ان شاء الله. كان مشيت موضوع اخر ان شاء الله ان شاء الله كان مشيت. باهي ثيرابي دو كوبل ولات حاجه معناها التونسي عنده فيها ثقه، ساعه يعرفها مليح. الثيرابي دو كوبل تو ولات حاجه رايده، علاش؟ خاطر الحياه العصريه تبدلت. اي ولاش ولا ما عادش عندنا وقت، ولات المراه تخدم، ولاو لي ريزو سوسيو، ولاو لانفلونس دو لا تيلي، لانفلونس تاع لي ميديا. دونك راجعين بالمضره على الكوبل. أي. المشاكل كثرت، دونك ما عادش فما كيما قبل العائله الموسعه اللي تدخل بالصلح، ولاو العباد تلجا للثيرابي دو كوبل. دونك الثيرابي دو كوبل عندها دور وقائي، عندها دور تربوي ودور علاجي. سي فو فولي ديفينير، معناها اذا كنت تحب تعرف ثيرابي دو كوبل كيفاش نجم تقول؟ ساعة قبل ما نعرف ثيرابي دو كوبل نحب نعرف الزواج. الزواج مش مجرد عقد هو. والا هو مؤسسة اجتماعية واقتصادية وكهو. الزواج قبل الميكرو. الزواج انا من تجربتي، من خلال تجربتي كاخصائية نفسية تعاملت مع دي سونتين دو كوبل ورافقتهم، نقول انه الزواج بنيان. شنو معناتها بنيان؟ بنيان انه هو ستانك دو كونستركسيون، كونستركسيون ايترنيل، كونستركسيون نتاع الفرد، كونستركسيون نتاع المجتمع. يعني زلنا نخرجوا شويه من العقليه نتاع لي كونت دو في والامير على الحصان الابيض اللي باش يهز الاميره الجميله، ونفهموا اللي الزواج مش هو نهايه سعيده، بالعكس هو بدايه حياه، بدايه حياه كادولت. اوكي. يعني الكوبل سا سو ترافاي، سا سو كونستروي، كيما دار بالحجره بالحجره تبني. دونك الحجره نتاع الكوبل هي ليبروف. دونك ليبروف مش كان نجم تهدم كوبل، بالعكس نجم تخليه قوي، نجم تبنيه. دونك اليوم كما قلت قبيله مع لي ديفيكولتي اللي قاعدين نعيشوا فيها، كثره المشاكل. اي دونك على خاطر الانسان دونك ما ينجمش. انت قلت لي مع لي ديفيكولتي اللي كنا نعيش اللي نعيشوا فيها، معناها الاسباب خارجيه. الاسباب الاسباب خارجه على الرجل والمراه والشخصيه، يعني بيرسوناليتي، التكوين نتاع الانسان، التربيه والنشاه نتاعو، كيف شاف ام وبوه، كيف فهم الحياه، هذيك الكل باش تخرج من بعد. مش كان مش كان في جره انترنت وانستغرام ونتفليكس ولا فما مشاكل تاع كوبلويت؟ لا سي بيرسونيل اوسي. وي بيرسونيل بلوس متطلبات الحياه، خاطر قبل كانت العباد تصبر اكثر. قبل كانت العباد البيرسيفير. دونك قبل كانت العباد عندها اراده انه هي تنجح العائله نتاعها والكوبل نتاعها. اليوم الطلاق ولا ساهل، حاجه سهله، حاجه اكسيسيبل. علاش؟ اوكي شنو عليه؟ علاش ولا حاجه سهله؟ مش انا حطيت القوانين، اما هكا ولا الطلاق حاجه سهله نستسهلوا الطلاق. تحكي على قانونيا انت اجريت حاجه ما كانتش موجوده قبل، اليوم حاجه عاديه. يعني ما مشيتش اوكي طلقوني اللي هي حاجه خايبه، نحكيو قانونيا حاجه خايبه انه طلاق ولا سهل. لا اما هو حلال، اما ابغض الحلال عند الله الطلاق. علاش؟ على خاطر يهدم عائله، على خاطر ينجم يخرج لنا اطفال مضطربين نفسيا، خاطر طفل باش ينشا يلازم امه وابوه يكونوا موجودين ومتفاهمين بطبيعه، مش موجودين يتعاركوا. دونك يبداو مش متفاهمين وقتها يجي طلاق، وقتها البريفيرونس طلاق. عمينا خاطر كي قلت لي طلاق ولا سهل خديتها بمنطق الكوبلوت ولاو يستسهلوا طلاق، مش نحكي قانونيا بل. ما تفهمناش نطلقوك، العدد تاع طلاق قاعده تصورخ توا في تونس تبارك الله علينا. خاطر توا ولينا نحطوا في العيب على الاخر.
يعني سي لا فوت دو لوتر اون اسيم با نو ريسبونسابيلتي ما نقولش ما مشيش على خاطر انا غلط وهو غلط وزوج لازم نطوروا من رواحنا يعني ونحاولوا نلقاو حلول بور ديفينير دي ادولت مثلا تلقى ان كونجوان بوسيسيف ومغيار تقول وي جامل ثيرابي دو كوبل يقول لك ليه امبوسيبل الرجال كلها هكاك دونك تلقى واحد مثلا ما عندوش كونفيونس في روحه تلقاه ليفيت لي كونفلي دونك ويقول لك لوم حط لوم عليها هي هي اللي غالطه زيد اعطيني دي زيكزامبل دو نعطيك دي زيكزامبل يعني حاجه دو زيكزامبل تاع الرجال انت علاش نساو الرجال زوز غالطين ام دي بوين دي بوين دو فيو ناخذ مثلا راجل ناخذ مثلا راجل تعب نهار كامل في الخدمه من بلاصه لبلاصه مروح يستنى باش يلقى بلا كيما محضرته له امه قبل دونك يكلم مرته 100 مره شنو العشاء تحبش نجيب لك حاجه في يدي دونك يروح يلقاها مطيشه على الكنبي اون ديغي اون بالين شوي دونك وهو متوقع اللي باش يروح يلقى لوميير تاميزي باش يلقاها مكياج برفنا محضر روحها صغار يقدين وكان لازم كعبيت بردين هكا يستنى فيه وعشاء حاضر دونك يروح ما يلقى حتى شيء هي دو سون كوتي نهار كامل معديته مع الصغار دونك قام ثلاثه مرات في الليل بيبرونات مهبلينها اركح منا اجا منا بدات قتوامه دونك هي بيدها ماهيش غلطه وهو ماهوش غلط دونك لهنا مش نخرجوا شكون اللي غلطه ما كيفاش يلزمنا نعملوا كيفاش يلزمنا نعملوا نكونوا ذكيين ونجموا نحطوا رواحنا في شرط يعني فما لا فورمول ماجيك هذايا معناها لا كوميونيكاسيون La formule magique, c'est la communication. Hey, communication, j'ai une communion. Comme un. C'est comment communiquer d'une façon non violente, d'une façon non agressive, mérir ma loumou, mérir ma n'amlou chantage, mais fassrou, juste, j'nou aina n'has, j'nou aina talib. Ou déjà, l'hajet, il y a malqa humch. عند شريك حياتنا كون باغ ماجي كون باغ ماجي نخرجوا نلقاوهم دو لا تونتاسيون دو ديابل يعني كان هو مش حاح خو صاحبتها تلقاها نهار كامل يفرق في الكادوات كان هي ما تعرفش تقول كومبليمون بالزهر السكرتير لومبوشي نهار كامل تقول يا محلاها صورتك يا صح الحجامه دونك ادو لا تونتاسيون قلت لي قبيله اعطيني اكزومبل اقوى اكزومبل عندنا وديجا سيت ان اكزومبل جبتوه الاديان الكل هو الاكزومبل نتاع ادم وحواء دونك في الكتب السماويه الكل ديجا وحتى في القران ديجا في القران عندنا في سوره البقره وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين من بعد نلقاه في سوره الاعراف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما دونك صدق الله العظيم هنا ايش معناتها رانا لكلنا ليكزامبل نتاع ادم وحواء ملول محلاها جنه جنه هو العرس ملول ومحلاه وكل محلو وفرحانين ببعضهم اما من بعد quand on croque le fruit de la connaissance الشجره نتاع الكونيسونس يعني نولي نعرف العبد ونزيد نعرف روحي عيوبه وعيوبي ومخيبهم العيوب نتاعنا ومخيبها كي راهو روحنا في مرايه ساعات دونك خاطر او فينال لو كوبل لو كونجوان سي الميغوار دو لوتر يعكس له في التصوير نتاعو دونك اي شنو يصير شنو يصير الكاسور وين 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 تم انت يجيوك ديكا يجيوك ديكا نتاع كوبروات معرسين كانوا امورهم مريقله شنو يصير باش يوليو ما يتفهموش شنو يصير باش يوليو ماهيش حاجه هي هي كومول يا اخي ما كانش يعرفها قبل العرس علي قبل العرس حاجه وبعد العرس حاجه واحده اخرى اي دونك هنا ديجا فما غلطه كي هي كي هو فماش حتى غلطه مش كيما عبد دونك البنيان يبدا من قبل العرس لازم يظهر لي لازم العبد اللي مقابلني يعرفني على طبيعتي من قبل ما نعرس وقتها يختار يعرس بيا ولا لهنا ولينا نعملوا في البريباراسيون او مارياج توا لي بسيكولوج ولاو يعملوا في دورات تدريبيه بور لا بريباراسيون دو مارياج على خاطر تلمو عمال نسبه الطلاق عمال تزيد عام عن عام عمال قاعده صغار مساكن في النص ضايعين نحبوا نبنيو مجتمع نحبوا نبنيو جيل صحيح بربي منال مش كاين قاعدين نعقدوا فيها اكثر من اللازم عليه بربي طيح لي التربيه خلينا نحكي يهم كانوا مريقلين قبل تحكي لي على بريباراسيون للمارياج وتحكي لي على بروسيدور كاملين يهم العروسات نتاع قبل اللي يعرف عروسته نهار العرس نهار ليله العرس
كانوا ناجحين اكثر من العروسات نتاع توا اللي الكوبل يقعد 3 و4 سنين مع بعض ويعرفوا تبيع بعضهم وساعات يعملوا كونكوبيناج ويعيشوا مع بعضهم كونكريتمون و و و سان فونكسيون و سان فونكسيون با. اول حاجه قبل علاش قبل كانوا انجح؟ اسكو المشكل الاساسي هو انه ما عادش فما تعريف واضح لدور كل شخص في الكوبل؟ شو معناتها دور كل شخص؟ معناها انا نعرف شنو لازمني نعمل باش ننجح العائله هذيا، وانت لازم تعرف شنو تعمل باش تنجح العائله هذيا. اول حاجه خالد، فماش دور حكر على الرجال ولا حكر على النساء؟ هذه اللي فيش نحكي انا، قلت بلبزنا المفاهيم الكل. مش دور سي الغسبي هو اللي تنحى القدر هو اللي تنحى ما بين أولي. من الرجل المرأة والمرأة للرجل. وي دونك قبل كانت العبيد تربي على القدر. أيوة قبل كان يدخل الراجل الدار ما مسش حتى حد، ما ضرب حد، ما صار حتى شيء. اما يقدروه خاطر الام زرعت فيهم قدر بوك، رد بالك نقول البوك يعني صورته انه هو عنده هيبه، ما عمل شيء، ما ضربش، ما مسش. معناها المراه كي ولات تخدم وتخلص واحد ما عادش تقدر رجلها؟ نو سي با سا. قلنا الانفلونس نتاع التلفز، الانفلونس نتاع لي ريزو سوسيو، الانفلونس نتاع العباد كيفاش قاعده تعيش، سي لانفلونس، مش هذاك اللي تبدل. اوكي باهي. مش خدمة المرأة. أبار سا كان سن الزواج قبل صغير، كان الطلاق عيب، كانت العباد قبل تدخل الممات والخالة يدخلوا بالصلح. يدخلوا بكلمة باهية، يمشيوا للراجل يقولوا له عدي اصبر، للمرأة اصبر. توا اليوم صاحبه يقول له كي اختك كي طلقها كيش عجبك فيها؟ دونك وهي صاحبتها دونك شوف انا راجلي شنو عمل لي وشنو عمل لي وشنو عمل لي. دونك اختك منه تلقى سيدو هاو كيفاش العبد ولات تخم، والصغيرات هذوك ما شنو ذنبهم؟ اي راهو العرس ماهوش جست. ما عادش عندنا وقت. سؤال اخير، اسكو الكوبلويت التوانسه قاعدين يمشيو اكثر للثيرابوت دو كوبل ولا للدي سيكسولوج؟ للاسف قاعدين يمشيو للسيكسولوج اكثر، على خاطر دونك المشاكل الجنسيه اكبر مشكله في كوبلو التوينسة. لا مش صحيح. اما جوست خاطر كي تصير مشكله جنسيه يمشي يجري للسيكسولوج. اما ناسين الكوبل مش كان سكس. لو كوبل سي فغي سكس، سي فغي ريسبونسابيليتي، اما اوسي انتيميتي. يعني الشخص الوحيد اللي تنجم تتعرى قدامه فيزيكمون ايمونتالمون، يعني العبد اللي تنجم تحكي له كل شيء، العبد اللي سوبوزي يكون البيست فريند نتاعك. اما مالوغوزمون بيسكو فقدنا اداب التواصل، تجي تحكي تلقى شكون يلومك ولا يجيب الحق عليك، تولي ما عادش تحكي. على غالب وصلنا لنهايه ليميسيون. كيما قلت لك الموضوع ماهوش تاع درجين برك، ان شاء الله نحكيو فيه في حلقات قادمه. شكرا ليك منال العلبوشي، اخصائيه العلاج النفسي. ميرسي خالد على الاستضافه. ميرسي بوكو، وان شاء الله كيما قلت نرجعوا نحكيو فيه الموضوع هذايا في حلقه قادمه من الو اف ام. شكرا سفيان بوهليل في الاخراج، ياسمين بنور في الاعداد، ايمان جدي في EFM TV، وشكرا لكم اللي سمعتونا من ماضي 3 متاع القائلة. بعد شوية عندكم رونديفو مع وليد زريات في العبيلة، نتقابلوا احنا ان شاء الله غدوة، نهاركم زين وتحياتي. ألو EFM.